العجب العجاب. يعني أنا اللي أتكلم به ذاك اليوم أستاذ ماجد، أحب أستأصل الموضوع. يعني تأصيل الموضوع شيء مهم في النقاش. هم هؤلاء حراكهم نحو سوريا دفاعاً عن بشار أم دفاعاً عن عقيدة؟ زين، العقيدة لماذا فقط في سوريا وفي هذا الوقت وفي هذا الحين؟ زين، ليش ما يجون للشعب العراقي الآن؟ جاي أتكلم عن مستوى العراقيين، يعني عفوا، على مستوى العراقيين أتكلم. هذا بس اعطيني بس 5 ثواني. نعم، لكن معك قاسم. معانا اخ قاسم. اخ قاسم انت معانا؟ سمعنا. نعم حبيبنا ماجد. تمام. معانا الرجال اللي فوق اسمه. نعم اسمعك. والله اسمه ذكرني باسمك. السلام عليكم. سيد ابي بوش يقولوا لي، سيد ابي بوش من سلاله النبي صلوات الله عليه واله وسلم. نعم سيد علي. سيد يكفي. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك استاذ ماجد؟ هذا يتمسخر، هذا يتمسخر، يقول انا سيد ازرق. لا حبيبي، لا حبيبي، انا ايراني وسيد اي بوش. شو ما بقوا فارسي حالي، شو ما استرست سيد، ولكن ناسي اصلا سيد. طب خلينا نضبط البث نفهم من بعض. والسادة فوق عيونه وعلى راسه. أحد له مجال بالبث، خلينا نستفيد كلياتنا من هذا البث اخوان. الله يكرمكم يا رب. حياك الله اخوي ابو خالد، شلونك؟ كيف حالك؟ عساك طيب، والله مشتاق لك. الله يحفظك. من سوريا. حياك الله اخوي ابو خالد. يا ريت تسكر مايك اخوي ابو خالد، انت وسيد نسمع منهاج. خلص فقرته ننتقل. ابشر ابشر بعزك، ابشر بعزك. الله يحييك، تفضل منهاج كمل فكرتك. عفوا عياد، حالي شو ما تدرس؟ اخو بها ستيم، شو ما تشتورين؟ خير اخوك. خوب کجا ایران؟ من بچه تهرانم مشتی. شما بچه کجایی؟ کربلا. مه تاج سر منیم. سید منهاج فوت به الموضوع. نعم ان شاء الله خير. خوان الاعزاء، مبدئيا يعني انا اريد اسال سؤال. هل هذا دائما اكررها في بث اخ في بث الاخ ماجد الحبيب والصديق والحبيب ماجد الخالدي، روحي له الفداء لأنه عربي أصيل ولأنه مسلم موحد على دين الله عز وجل، وهو دين التوحيد، وهو منهاج النبوة الحقيقي. السؤال الأول، هل بما يسمى المرقد الموجود هو للسيدة زينب؟ أريد إثبات على هذا الكلام علميا من الكتب الشيعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجوز مساندة الحاكم الظالم البعثي في المنهج الولائي التابع لإيران جائز شرعا لديهم؟ هذه عندي أسئلة اثنين أسألهم من خلال البث، وأستمع للآخرين وأتداخل، لأن تعرف أستاذ ماجد المداخلات لدي كثيرا، والحقائق والوثائق والأدلة والبراهين على جرائم هذا الإحراك الميليشياوي من قبل رهبر إيران. تفضل يا سيد. حفظهم الله سيد القائد، الله يحفظه سيد علي الخامنئي، الله يحفظه وينصره. وجهك ينور عنا بالبث. عجيب، بس مني تريد ابين صورتي. انا يعجبني شوابك لافه لفه يشوف. الله يسلمك. عجيب عجيب، ولا من غيري تسال تقول افتح الكاميرا. بس لا انا شو السبب يعني؟ قولي. ما شاء الله اكو ناس اكبر مني واحلى مني واجمل مني، وكلهم ابطال، وكل اولاد كلهم هم اولاد عام ما شاء الله، وكلنا مسلمين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا تفضل تفضل سيد. هو شنو السؤال كان؟ السؤال تمددكم، شلون هو بناء الاوطان ولا هو دمار الاوطان؟ بناء الاوطان ودمار، والله بناء الاوطان اول شيء، انت لما تتكلم بالبناء، بناء مال الفراماسونيه والشياطين اللي يدورون هسه حول المكه المكرمه الشريفه. شوف البناء وين صعدوا، اعلى من الكعبه المكرمه والشريفه. روح اسال منهم، من العلماء السعوديين الوهابيين، روح اسال منهم. تدمرون مو
روح شوفهم روح لا شوفهم. يضيرها لا يضير الكعبة إن كان هناك بناء أعلى منها لا يضيرها. منو البناء أطراف الكعبة أكبر من مكة المكرمة الشريفة؟ يا أخي كلامه يسمم حقيقة، كلامه مستفز. إحنا يا أبو خالد إحنا بدنا نفهم فكرته، هو جاي يغثك الحس، هو فهمت علي؟ بس آخر شيء نستفاد منه، أعطيني مشروعك، شنو هو مشروعك ما بعد سوريا؟ سوريا أنا أتحداه، إن كان يترضى عن الصحابة، أنا أتحداه. بعدين أتحدى، خلي أجاوب يا أخي يا أبو خالد الورد. الحوار عندنا واحدة واحدة، تفضل. حبيبي إحنا كلنا مسلمين، كنا على محور لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن إحنا الشيعة نقول عليا ولي الله بالحق. لماذا؟ بسنة تاريخي، وإحنا مطلعين من كتبكم قبل من كتبنا، روحوا دوروا بالبخاري والمسلم وإلى آخر، كله موجود. حديث الغدير الخوم أهمية ولاية الإمام العلي، وإحنا قاعدين نحبكم، نحبكم يعني هسا مو إحنا إيرانيين صحيح؟ مو سيدنا سيد قريشي يوصل نسبه للمنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا؟ لا 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 النسب يوصل صاد ماجد، لحظه صادايات، صاد ماجد ممكن ثواني خليه اكمل الفكره وعيني حبيبي. صح صح لك المايك، بس اريد استرخص من استاذ ماجد. استاذ ماجد ممكن الحوار يكون بيني وبين استاذ اياد؟ يا من هذا اذا تحب خليني اخلص. تفضل كمل. هو الى المايك بس اريد اناقشه من بعدك. انتوا جايين، انتوا على منهج مندوس داخلي بيكم الاسرائيل مع الاسف، والصهاينه والامريكان جايين ليل ونهار تدقون ايران، بينما ايران جاي محتله، والبوصله الاصليه هو القدس الشريفه الكريمه، ناسينا ومشلبين بقصه ايران. هذا مشكلتكم. هسه تقول شنو عنده دخل بسوريا؟ يا اخي انتم شنو دخلكم بالعراق وايران؟ ها شنو احنا دخل؟ عرب، احنا عرب، انتم جماعه عرب. شوف قران، انت تتابع قران يا لا؟ سيد انت ماجد ترى صوتك بعيد للمعلومه، صوتك بعيد. انت تتابع قران ولا قريب؟ ها صوتي بعيد ولا قريب شباب؟ لا زين زين زين، صوتك زين، صوتك زين. انت سيد اسمع انت افهم، انت ومجوس انت قومي يا مسلم، واحد جاوبني انت قومي يا مسلم. خلنا اقول فكرتي، اسمع فكرتي على خير لا تقاطعني. انت اوشيه شلون بعيد؟ لا تمام، انت اوشيه مجوس، لا تنتمون للعرب باي صله، هاي وحده. شغله ثانيه، انتم جماعه اداء بايد بريطانيا وبايد اسرائيل، انتم جماعه يعني مندعمين، فهمت شلون؟ هاي الامر الثاني. وما جئتم الا لهدم الاسلام. استاذ ماجد بس عشان اجاوبك، شوف حبيبي احنا إن شوف إن أذنت لي. الباكستاني الاندونيزي المسيحي الامريكي البريطاني لما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وهو دخل الاسلام، صح يا لا؟ مظبوط. استاذ ماجد هل هسه انت شنو مشكلتك ايراني داخل الاسلام ويدعي بمحبه آل البيت ورسوله اكثر منك، شنو مشكلتك؟ لك ممتاز، انا معاك مليار بالمية، والله الله يهديهم ان شاء الله، بس ما يقول لي أنا من سلالة الرسول. ومو عيب عليكم، إخوان السنة ها يدعون يقول إحنا تابعين للقرآن والسنة النبوية الشريفة، مو عيب عليكم ما يتابعون نفس القرآن يقول ها يقول لا فرق بين العربيا والعجميا إلا بالتقوى أكرمكم عند الله وأتقاكم. يا رجل على ماذا تعيب علينا؟ على ماذا تعيب علينا؟ تسبون عرضنا وتدعون محبتنا وتشنعون على أبي بكر وتفترون على عمر أنه قد لطم البتول وتدعون محبتنا. أريد أن أسألك سؤال. أنا الآن إذا سببت عرضك دعني أكمل. أنا الآن إذا سببت عرضك وجئت أدعي محبتك، فبأي مقياس تقيس؟
حبيبي أكون قد كذت بمكيالين هذا لا يجوز. أنت تتهني ولا أنتم تضحكون على اللحى. أنتم تضحكون. أنت نحن لسنا سذج علينا. أنت تتهمني لما شباب لو تسمحون لي لحظة إياد لا تأخذنا لا تأخذنا تريد جلونا إحنا نحط الميزان حبيبي أنت قاعد تتهمنا ولكن نسب ماكو ثبات علينا إحنا أنا بعنوان شيعي إيراني صاحب وأتابع المرجعية العليا من سيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله وأكبر علمانا بالحوزة العلمية النجف لا لا تخلص علينا بالمراجع والمراجع يا شباب يا شباب اسمع يا أخوي أمين صحابة وأم المؤمنين سكر ماي عندك يا أبو خالد أخوي قاسم منهاج بعد إذنكم يا أخوان إذا ما حد طلب منه يفتح المايك رجاء لا حد يفتح المايك من حاله احنا جايين نستفيد من البث اما النقاشات والامور ما يصير لازم نفهم اخوي ابو خالد لا تكون انت ترى انا زلمه ابرد من دمي مابو اهدى مني مابو يعني فهمت علي هذا الزلمه شفته انا لما طلعت ايش قلت لك انا عدوي قلت لك انت عدوي صح ولا لا وانا قلت لك انت اخويا مابو محبه بيننا بس انا حاب افهم مشروعه أوكي. اللي هو كاذبين بو على العرب فهمت شلون ابو خالد قلت انت اخوي انت قلت لي عدوي انت انا قلت لك انت اخويا ولا حد الان ما يصير اخوك بالحياه بس الفكره هذه هي قاسم تفضل يا قاسم زاد فضلك احنا طبعا احنا ما نمشي بكلام اياد احنا نمشي بكلام المسؤولين وخاصه اللي هم صناع القرار في ايران بالحرس الثوري خاصه الدائره القريبه على بيت المرشد الايراني علي خامنئي مندوب خامنئي سكر لا تحكي اصمت سكر مايك سكر مايكك انا مختص بشان بشان بلادك يا قاسم اسمعني نعم. يا ريت يكون الحديث يعني بدون ما بدون الفاظ مشان نستفيد معي انت لا انا قاعد اتحدث حقائق واتحدث بشان ايراني ممتاز ممتاز خالص انا ما استفيد من البلد عليه هو لانه بس غلطت عليه بده يتشعر لا ما اغلط عليه لا افع عليك ماجد شو يعني اغلط عليه على شنو تفضل تفضل احنا قاعد نتحدث احنا قاعد نتحدث عن حقائق احنا ما ناخذ بكلامه احنا ناخذ بكلام المسؤولين وصناع القرار يعني على سبيل المثال عندما يأتي مسؤول في النظام الإيراني ويقول إن إذا خسرنا سوريا سنخسر الأحواز بمعنى أن المشروع الخميني طريق كربلاء طريق القدس عبر كربلاء هذا موجود وثابت يعني هذا المشروع ما هو مشروع إحنا نسمع من أياد إحنا نشوف أن هنالك مؤسسات تابعة للحرس الثوري تنفذ أجندة الخميني تصدير الثورة ما زال مستمر وهذا واضح في الأراضي العواصم الأربع العربية يعني هل ننكر بأن على سبيل المثال قائد قوات الجو فضاء الإيرانية يضع خلفه عشرات الأعلام من الفصائل الشيعية اللي في سوريا واللي في العراق واللي في اليمن ولبنان ويقول أن لدينا جيوش سوف نحارب أمريكا وإسرائيل بهذه الجيوش في البلدان العربية ماذا نرد عليه يحارب إسرائيل في بلدنا يحارب إسرائيل في العراق وفي سوريا ليذهب إلى سوريا يذهب إلى إسرائيل شر سامت إسرائيل شليك نميكونيت لماذا لا تقصفون إسرائيل لماذا تقتلون الشعب السوري العراقي اليمني اللبناني لبناني اللي كانت باريس العرب أصبحت مزبلة سوريا الجميلة أصبحت شنو عبارة عن دمار جميع المدن السورية 90% عبارة عن دمار الشعب السوري شرد بسبب فصائلكم الإرهابية فاطميون عباسيون أنواع وأقسام من الفصائل الإرهابية الشيعية قتلت الشعب السوري وشردته واليوم أصبح خارج البلاد وتقولون وتدعون تريدون أن تحاربون إسرائيل هل الشعب السوري هو الشعب الإسرائيلي؟ خلاص. هل الشعب العراقي هو الشعب الإسرائيلي أو اللبناني أو اليمني؟ خلاص. لماذا لا تذهب لماذا لا بما أنكم تدعون لديكم صواريخ متطورة وعابرة للقارات لماذا لا تقصفون إسرائيل يا كذابين؟ أنتم عداءكم العربي أنتم لديكم عداء مع العرب وليس مع إسرائيل وليس مع أمريكا. أخوي قاسم الله يكرمك يا تفضل جاوب. أول شيء أقول كم نفر 321 صار 23 نفر بالبث أقول لك هذا الشخص هو واحد من الجماعة المنافقين الموسوم بالمجاهدين الخلق اسمع لا تتجاوز عليه أنا أحوازي عزيزي مجاهدي خلق ما إيه 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 مشروع أحوازي
احوازي احوازي هو انتبه، البدايه قلت من من كربلاء احوازيه مازبش، من احوازيه باشا مبروك اللي مو امينه مازبسع مازبش، ببي من احوازيه تو عس تو عس كربلاء من كربلاء هو تو عس كامب اشرفي خو يلا يلا كامب دار الحسين مع اللي عم تعبر انت الان في ان انت الان خليني احكي بالعربي ماجد ماجد لحظه لحظه هل تعتقدون انه هو هذا الان موجود في داخل ايران؟ هذا لا لا هو الان موجود في بريطانيا قاعد عند في ان لا في ان لا يكذب في ان هو انا معارض ايراني شاهدوا يا عرب ان حتى المعارضه الايرانيه لديها عداء معاكم انتم العرب حتى المعارضه الايرانيه خلصنا خلصنا نعم. بس اسكر مايك جاوب على السؤال لا تروح ليمين ويسار على السؤال يقول اول شيء قلت لك بيان الشخصيات هذا منه ومن يا منطقه ومن يا حزب وهسه هم من جماعة المجاهدين الخالق بإيران يسموهم المنافقين وهسه يقول بالبداية كذب كذبة كبيرة قال أنا من كربلاء وكربلائي ها ادعى عراقي زين قال أنا أهوازي مبين يعني رجال مو صادق على حاله يجي انت الكذاب الرجل الضيف الثاني هو من كربلاء انا احوازي افهم افهم انا احوازي مجاهدين خلق عدوتي وانت عدوي انا احوازي افهم هنالك شعب احوازي اكثر من 12 يا شباب شباب تحيه تحيه احواز العربيه افهم كل تحيه احواز العربيه ونعم ونعم يا فاسي تفضل يا سيد جاوب إيه وبعدين يقول احنا من بدايه شوف ثوره الجمهوريه الاسلاميه اجى على مود يتحدى المسلمين وهذا كلام الله وسنه الله وكان مطلوب من ائمتنا نتوحد دائما اكثر المشاكل الحاليه الموجوده فينا بسبب هذا تفرقتنا صح يا لا انت تدقني انت على لا تجي تقول راح تنزل دمعتي يا حبيبي يا حبيبي دمعتي راح تنزل انا قد مو حنون و... اي لا انتم شوف علشان انتم نربيكم على الخشوع تتفرج على مسلسلات تركيه كثير يا سيدي والله لا اصلا اكره مسلسلات تركيه انتم جيش الحور استاذ ماجد استاذ ماجد ابو خالد اقول لك يا ماجد اقول لك اسمح لي بالمداخله لو سمحت استاذ ماجد وبعدها انزل لحظه ابو خالد لو سمحت ثواني برات موضوعنا استاذ ماجد ممكن دقيقه لا بس شوي من هات خلينا ابو خالد لانه قبلك ابو خالد لا اوكي ايه على فكره السيد ابو خالد قلت لك انا تفتح المايك خير اقول لك السيد ساله سؤال عن ليش ما تضربون اسرائيل لحد الان ما جاوب فانت دخلت على الموضوع ما خليته سبحان الله ما اقدر ادمي شوف انتوا خسرتوا القدس انتوا يا اهل السنه المدعين هدي يا حبيبي يا عزيزي انتوا اهل السنه المدعين بانما ابطال وقوه وسنه وماشيين على السنه النوويه مع الاسف ماشيين بدليل اكثر من ألف وشوي سنه محتلين القدس الصهاينه والبريطانيين والفرنسيين تاريخه 800 سنه حاربوكم وقتلوكم منو الصليبيين ليل ونهار 800 سنة تاريخ يقول مو أنا أقول 700 إلى 800 سنة قتلوا المسلمين في بلاد الشام بلاد الشام يشمل فلسطين وسوريا وأردن وإلى آخره زين قتلوا بكم أنتوا نسيتوا ذنب مجازر اسمع اسمع ترى الدولة العثمانية استعصارها البارحة هذا كذب نرجع على العثماني عاجل خلق على السوالف الزينة اسمع اسمع أبو خالد افتح مايك أبو خالد افتح مايك جاوب خليني ما كملت الجواب ليش احنا ما راحين ابو خالد اريد خلص يعني ابو خالد عنده سوالف دينيه لا علشان يقول لي ليش انتم ما رحتوا لحد الان ما ضربتوا في تل ابيب واسرائيل غير تسالني اكمل الجواب بعدين تروح على ابو خالد بعض المسائل اود ان اوضحها سبب دخول ايران والفصائل الشيعيه التي جاءت تقاتل في بلدنا هذا وانا ابن البلد وابن المنطقه وقد رأيت وشاهدت بأم عيني الذي أتى بهم إلى هذه البلاد طمعا بكسر شوكة المسلمين وتكتيت عضل الإسلام ومن ثم إرغام 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 أهل السنة على الخضوع وخسئوا الأمر الآخر جاء صوت مش واضح صوت مش واضح موضوع التشيع أبو خالد صوتك ضعيف بنوب ما ينسمع لعله يمكن والله النت ضعيف ربما المهم انا ابو خالد هسه صار احسن
الأخ أنا لا أقول أخ، نعم هو أنا أتبرأ منهم أمام الله عز وجل، حتى يدينوا بدين الحق ويرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم، من اقتدى بهم فقد اهتدى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. نحن كعقيدة أهل السنة والجماعة نقر أن عليا صحابي صاحب فضل وصاحب سبق في الإسلام، وقد افتدى النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان فتى وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، له المكانة هو وولده وزوجته وأبناؤه جميعا على الرأس والعين وتاج على رؤوسنا. لكن أن تأتي وتلبس علينا وتقول نحن إخوة ونحن نحبكم، من يحبنا ويدعي محبتنا يحب نبينا ولا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، لا يفتري على عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام، ويقول أن عمر قد لطم فاطمة؟ أي جبن كان في علي وحاشاه؟ أي جبن كان في علي حتى يسمح لعمر أن تضرب زوجته أمامه؟ أبو خالد الورد، آسف أقاطعك يا حبيبي، آسف آسف أبو خالد، دعني أكمل وبعدها سأترك لكم البث. سبع الخشة، أنا أقول له اسكت. أنا والله قلت لك ابن المنطقة، أقول لك أنا رأيت من المجازر والله ما تشيب له مفارق الولدان. أنا لملمت، يعني حقيقة بالعامية لميت أشلاء أطفال. بأي ذنب قتلوا؟ عميين عزل لا يملكون قوت يومهم. بأي حق تأتي فتخرج طائراتك وتقصفهم بالنابلم الحارق وتقصفهم بالصواريخ الارتجاجية؟ من الذي سيس ومن الذي حرض ومن الذي كان رأس حربة غير أنتم أيها المجوس؟ خلاص أنتم لم تأتوا حتى تناصروا بشار وحتى تناصروا النظام النصيري، إنما كانت لكم مطامع أكبر وأبعد من هذا. خلاص أنت تقول أنهم جاءوا حتى يحمون المقدسات والمرجعيات وبحجة السيدة زينب وبحجة نصرة المظلوم، لا 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 لا، جئتم تحت شعار يا لثأرات الحسين، وقد سمعناها ورأيناها منكم ومن فصائلكم القذرة. يا أبو خالد، ولولا أن قيض الله سبحانه وتعالى رجال مجاهدين في هذه الساحة نحسبهم الله حسيبهم لكان الأمر يعني جد خطير. يا أبو خالد جد خطير. ثم تأتي وتقول أنك تحبنا وتدعي محبتنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبو خالد، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك. الله يكرمك أبو خالد الحبيب، خلاص الله يجزاك وبارك الله بك. إحنا والله العظيم إحنا بصدد فهم المشروع اللي عندهم. أوكي. الجماعة يريدون فلسطين. المشروع واضح أخي ماجد، المشروع واضح، لا يحتاج. أنا أقول واضح. نحن لنا في الثورة، لنا في ثورة، أو أقول الجهاد، لا أقول الثورة، أقول الجهاد، لنا اليوم 11 سنة. أبو خالد داخل عليك يا أبو خالد. أقدر أجاوب؟ تفضل، أترك لكم البث. بالله عليك أبو خالد، تفضل. أوكي، خلاص أقدر أجاوب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني العزيز، تعالوا جربوا الشيعة، مو تريدون تفهمون مشروعنا شنو؟ تعالوا جربوا الشيعة. انت قدس مال منو؟ مو احنا المسلمين كلنا؟ لا انت مالك، مو صاحب الفلسطين، احنا حنو المسلمين. أكثر من 1000 سنة أنتوا خسرتوا فلسطين، ما قدرتوا تحرروا، أطونا 10 سنوات لخ، 10 سنوات لخ. لو ما حررنا فلسطين أي شيء تريدون تقولونا قولونا، هذا مشروعنا. بدي أسألك سؤال، عندكم لواء اسمه لواء القدس. مداخلة سعد ماجد، أعطيني مداخلة لو سمحت. لك جربونا نحن الشيعة، احنا نحرر فلسطين يا ما نحرر فلسطين. 10 سنوات زيادة، أنا سقف الأعلى قلت 10 سنوات. إذن والله العظيم انك خلنا شوي، عندكم لواء اسمه لواء القدس؟ والنعم
هذا لواءك لواء قاسم سليماني اللي جاء صاروخ من ضد الله يحفظه وينصر ان شاء الله. سؤال هذا اللواء ليش قاتل بكل الدنيا الا القدس؟ حبيبي احنا على عسوار القدس، احنا على وصلنا على اسوار القدس من هذا كم لانه انا فصل مخي من الليل والنهار. انتوا 1000 سنه ما قدرتوا تحرروا فلسطين، كم سنه سوريا ويا فلسطين المحتله ما ضربتوا طلقه، جولان ماخذين منكم ما ضربتوا طلقه عنها. ايوه كلنا قاعدين تفضل يلا احنا يلو. وصلنا ليش ما حررتوا جولان؟ من هو انتوا سوريين ليش ما حررتوا جولان؟ ابوك باع اخوك حافظ الاسد باعها، شلون باعها لحد الان موجوده؟ ليش كلهم يقول لا اي هذا حكي شو ماني لا حافظ اسد باعها بقولتك زين. انت ليش ما تروح تحرره؟ وين تحرر جولان؟ قمنا على بشار جيتوا لعنده تفزعون انت وبوتي ليش ما ضربتوا طلقه بجولان؟ شو انتم مرضاكم الاسرائيل شافاهم ودوهم بالما مرضاكم الاصابه صح يا اسرائيل اشرف منك منو عالجهم مستشفى اشرف منه نتنياهو اسرائيل عالجهم نعم. مو عيب نعم. عليكم مو عيب عليكم مو عيب عليكم اشرف منك بس لا عيب هذا شوف هذا خرجت من خارج مداخله استاذ ماجد انا قلت لك انت مداخله لا عيب عليك عيب عليك استاذ ماجد ممكن احترام شوف مو حتى استاذ ماجد لو سمعت عياد اني كل حرقه قلبي عياد. عشان احنا نصير ايد واحده بس انتوا تريدوا صبر اخوي صبر. مبدئيا حاليا اني شيعي كنت شيعي 12 حاليا من شيعة التوحيد من توحيد من أتباع الصرخ الحسني وتعرف كل زين الصرخ الحسني أنت. في أنت أياد لحظة جاي أتكلم لحظة. إيه يلا تفضل. أياد أنت ضابط ارتباط بالتوجيه المعنوي للحرس الثوري الإيراني في العراق صديقك منتظر الموسوي. توجهاتكم الآن في السوشيال ميديا وفي التيك توك لتنظيم البيت الشيعي المقاوم ضد أهل السنة. وأعرفك حق المعرفة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية السؤال، المشكلة أنت الآن قمت تتحاور مع أهل السنة والجماعة ومع أهل السنة، الآن أنا شيعي. السؤال الأول، ماذا قدم الخامنئي للتشيع وبالأخص لشيعة العراق وشيعة لبنان وشيعة سوريا وشيعة اليمن؟ كل شيء. ثالثا هل الشخص المعني الرهبر الولي الفقيه الله كما تزعم انه نائب الامام المعصوم كما تزعمون الله هل لديه شهاده اكاديميه؟ هل لديه شهاده تثبت اجتهاده؟ هل لديه شهاده تثبت اعلميته فضلا عن ولايه الفقيه فضلا عن طهاره مولده؟ هل الخامنئي شخص أسكت. إيراني فارسي أسكت. لحظة ما تحكي لي على القائد ما تحكي أولاد البغايا أنت واحد غير طاهر فقير. المولد الأذربيجاني فقير. الأذربيجاني غير طاهر المولد وأتحداك إذا أثبتت طهارة مولد الخامنئي أتحداك ولهذا أقول يا عقلاء العالم وأحراره انقذوا الشعوب الإيرانية الموحدة والشعب العراقي المظلوم المقهور تحت قمع وترهيب نظام خامنئي ديكتاتور الطاغوت وميليشياته يا دعاة الحرية والعدالة والإنسانية أتحداه أمام الملأ أن يثبت اجتهاد الخامنئي وطهارة مولد الخامنئي وسجودة الخامنئي. راح سكرك سمع لحظة احنا ترى هيك ما نمشي الحال البث يا منهاد أنا جاي أسترسل بكلامي يا أستاذ ماجد هو القاطع ما شاء الله مش خلينا نسمع جواب يسجلها يمه عندي أسئلة جاي أسترسل وهي ما يسجلها ما يجاوبها أنت جريدة سولف أليس هو أحد جنود المهدي ويحفظ الآن خلي يسجلها يمه هذا الرجل الخلوق
خلي يسجل يمه الإشكالات اللي راح أوردها على القائد الذي لم يثبت ولادته ولم يثبت طهارة مولده ولم يثبت اجتهاده وولاية فقه ولم يثبت أي شيء. الآن خلينا نتكلم استرسل يا ماجد، ما يصير تقطع من عندي، يعني أنا جاي استرسل بالأسئلة. الأولى، ماذا قدم الخامنئي للتشيع في العراق؟ أليس الخامنئي كان من الذين قتلوا شيعة العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية؟ من الذي قتل شيعة البصرة وشيعة الناصرية وشيعة الكوت والديوانية في الحرب العراقية الإيرانية؟ الذين هم شيعة اثني عشرية قتلهم الخميني والخامنئي بدم بارد في الحرب العراقية الإيرانية لأجل التوسع ولأجل السياسة. إذن في منهاج الخامنئي والخميني لا يوجد شيء اسمه شيعة وعقيدة، بل هو تمدد نظام، تمدد إمبراطورية، والدليل قتلوا بالمليون شيعي في العراق. هذا أولا، ها في النظام السابق. في النظام الحالي خلينا أولا من هذا فكيت عن البيت. سكر مايك عندك يا سيد، اسمع جاوب. الله يحفظ سيد القائد، الله ينصر سيد القائد، حفظهم الله سيدنا العزيز الحبيب الورع. جاوب. خدم الأمة لما خذلوا الأمة والحكام السنة. سيد علي الخامنئي خدم الإسلام والأمة. هذا السيد، هذا السيد حرق 40 مسجدا في العراق و1500 كتاب الله في العراق. مات، أنا ما حبيت المنافق. كمل. خدم الإسلام. إيه. وحيد هو وقف مع كل. صلصانك أنت بعد ذا جوز يا فارس يا مجوسي، أقص صلصانك. بس أنت هارب. والأيام قادمة حبلة، الأيام حبلة. إيران الحصان الخاسر، إيران الحصان الخاسر. سنصلي صلاة السنة والجماعة، سنصليها في طهران إن شاء الله. إيران الأبطال. سيد علي خامنئي تاج راسك. خامنئي وعلمية الخامنئي وسيوديته. يلا أثبت الحشد الشعبي. الله يحفظ الثورة الإسلامية ببركة الثورة الإسلامية ودماء المسلمين والحشد الشعبي والأبطال المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين. حسينيات وروزخون، يا جاوب على السؤال، اثبت سيودية الخامنئي، هل هو سيد يرجع نسبه إلى رسول الله؟ منافق من كمب معسكر كنت في العراق، أنتوا واحد كلب منافق، كنت طردوكم من العراق. إذا أنا كلب أفضل ما أكون كلبة قد استعوت الكلاب. الخامنئي كلب لإسرائيل. ومنهاج الله يعطيك العافيه، جزاكم الله خير. شكرا يا شباب، شو اخباركم؟ الله يكرمكم يا رب. حوار المسبات والمهاترات هذا ما يفيدني صراحه. الانتصار بالسوالف اقدر اظل اسبسب للصبح واظل اسبسب 600 بعد باكر، ما اخلي من اهله قطع. تمام. فالفكرة إحنا بدنا نفهم، أنت سألت السؤال، أما جاوب راح ينحرج أو أما ما يجاوب، فهمت الفكرة وين؟ فيا ريت يا شباب يعني واحد يهدي، خلنا نفهم يعني. ترى هو زي ما طلعناه قلنا له أنت عدو، قلنا له أنت عدو، ما قلنا له أنت صاحبنا وأنت رفيجنا، أنت عدو. تمام. فيا ريت يعني الواحد الكلام يعني نفهم نحن. تمام. الإيراني بلش يسب، بس أنا عارف ليش بلش. مو مشكلة حس نحنا إيه. منهاج ما غلط منهاج، بالعكس منهاج كلامه كله طيب، بس الفكرة إنه ودنا نستفاد يعني. أنا ماني مطلع مشان والله طلع وأظل أسبسب للصبح، قادر يعني طلع الحز وأظل أسبسب يعني. بس بدي أسأل السؤال وأسكت، أسمع الجواب بإذنه، إما يتلكلك بالجواب أو إما يجاوب صح. فهمتوا شلون؟
هذا اللي أنا أريده بالبث يعني عشان نستفاد كلياتنا البث. لا لا أنا من البداية قال للشباب أريد الحوار يظل مستمر يعني مشان نفهم.